كل دقيقة تتسمى نوع آخر، وكل دقيقة تتسمى نوع معين للزوال، في نوع مخاريز، في نوع إيرادات البيوت، في الحيويات، في الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، مولاي عبد القادر العلوي رئيس الجامعة الوطنية للمطاحين. أولا أرحب الصحفيين الكرام ونتكلم شوية على قطاع المطاحين اللي هو قطاع اللي تكلمت عليه الصحافة في هذه الأيام كثير، ولكن أنا ما غاديش نرجع للموضوع اللي تكلموا عليه، وإنما إحنا خصنا نمشيو للقدام ما نرجعوش للور. فقطاع المطاحين بالمغرب تقريبا كاين واحد 170 مطحنة، ما بين مطاحين اللي كتسحق القمح الطري والمطاحين اللي كتسحق القمح الصلب واللي كتسحق الشعير. إذا في هذه المطاحين كاين تقريبا 138 مطحنة اللي مختصة في سحق مادة القمح الطري أو القمح اللين، وهذا القمح سواء كان منتوجا وطنيا أو مستوردا فهو يمر كيفما كان الحال بالمطحنة، هي التي تصنعه وهي التي تثمنه وهي التي تنتج منه الدقيق بشتى أنواعه. ولعلمكم فأنواع الدقيق الآن تقريبا من القمح اللين عندنا واحد 14 نوع، ومن القمح الصلب عندنا 6 أنواع، وهذا الدقيق المواصفات ديالو المكونات ديالو التسمية ديالو ظروف الجودة والسلامة اللي خصو يصنع فيها كلها مأثرة بواحد القرار ديال السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تحت عدد 26/98، وهذا القرار هو اللي كيحدد المكونات ديال كل نوع والاستعمالات النهائية لهذا النوع من الأنواع. فهناك الدقيق الجيد كما هنا الدقيق الخاص بالحلويات، الدقيق اللي خاص بالفطائر، الدقيق الخاص بالاستعمالات المنزلية، كاين هناك كذلك الدقيق اللي خاص غير بمعامل ديال البسكويت، كاين الدقيق اللي خاص بالاستعمالات ديال المخابز إلى غير ذلك من الأنواع. فللمستهلك ما يريد، إذا ملي كيخرج المستهلك فله ما يريد في الأسواق بجميع أشكالها وأنواعها وفي مختلف أنحاء المملكة الشريفة من طنجة إلى البويرة. إذا هذا الدقيق اللي عنده هذه المواصفات راه كننتجوه من واحد القمح اللي عنده واحد دفتر تحملات، خصوصا فيما بالنسبة للقمح الذي نستورده سواء من أوروبا، أمريكا أو آسيا، كل آسيا وكل روسيا. وهذا القمح عنده دفتر تحملات، وقبل أن يشحن من البلد المصدر فكتكون هناك واحد الشهادة ديال السلامة الصحية والمطابقة مع دفتر التحملات اللي كنوضعوه اللي كنشريو هذه الحبوب، واللي هي حبوب ذات نوعية وجودة عالية، يعني لا فرق بين ما نستعمله وما يستعمله الأوروبيون والأمريكون بين أكثر من ذلك فيما يخص القمح الصلب. فنحن نستورد من كندا النوع الجيد ما كنسميوه الجراد أه، هذا الجراد أه راه قليل اللي كيستعملوه. علاش؟ لأن المستهلك المغربي أصبح كيتشرط وأصبح كيطلب واحد الجودة عالية، واليوم إذا شفتوا بأن الكسكس المغربي أصبح رائد في العالم ويصدر لأكثر من 70 دولة عبر العالم ومشهود له بالجودة. وحنا ماشي غير كنتجو باش نمونو السوق الداخلية، ولكن المغرب الحمد لله اللي عنده واحد التجربة كتفوت 100 سنة بقطع ديال الحبوب، فهو يصدر كذلك إلى دول إفريقية وإلى دول أوروبية. إذا نحن الحمد لله عندنا ما يكفي من الريادة في هذا الميدان، ولم نقتصر على الإنتاج بل هناك استثمارات ضخمة للذات في هذا القطاع من صوامع للتخزين ومن آليات اللي كتمكن باش ننتجوا هذه الأنواع كلها اللي قلت لكم، لأن إذا ما كانش عندك التكنولوجيا وما كانش عندك واحد التجربة وما كانش عندك الأطر الكفأة اللي يمكن لها تعمل وتخرج هذا المنتوج هذا وتعطي قيمة كبيرة لهذاك المادة الأولية، راه ما يمكن لك شي تربح ولا تدخل للسوق. إذا أضيف إلى ذلك فالعنصر البشري كيبقى عندنا حنايا أهم،
وبالتالي فالجامعه الوطنيه للمطاحين اللي هي تقدم الجامعات، خصكم تعرفوا بان الجمعيه المهنيه للمطاحين انشئت في يناير 1937، شانها شان المكتب الشريف للقمح لوسيب اللي كان كيعرف هادشي. في 37 نشات هذه الجمعيه، ولكن ملي تغير القانون ديال خاص مكتب الحبوب هو تنظيم السوق، وهذا القانون براسه هو اللي كاسس الجامعه الوطنيه اللي كتكون من 7 ديال الجمعيات جهويه. وهذه الجامعه الحمد لله لان الانتماء اليها فهو انتماء يعني بقوه القانون، واي امتحانه الا وعضو فيها بقوه القانون، وتساهم في تمويل هذه الجمعيه، لان هذه الجمعيه كتقوم باعمال اللي كترفع من المستوى ديال المطاحين. وبالتالي في 1974 بدينا النواه الاولى ديال هذا المركز الدراسي وديال البحث في صناعه الحبوب اللي موجود في الدار البيضاء، واللي كون تبارك الله هذه المدرسه ديال التكوين ديال التقنيين في صناعه الدقيق. تبارك الله فتنا ما يزيد عن 600، وماشي غير مغاربه، كوننا حتى الناس من افريقيا، والان هناك اطر مغربيه هي اللي كتسير مطاحين في الشرق الاوسط، في افريقيا وفي دول اخرى. والحمد لله هاد لو سافوار فير راه شي حاجه اللي مكسب للمغرب، لان اليوم ما يمكنلكش قلت لك تدخل الى ما كانوش عندك الاطر الكفاءه. اضف الى ذلك لدينا كذلك مختبر من ارقى المختبرات ومجهز باحدث التجهيزات، وهو الاول تقريبا في ما يخص التحليل الخاص بالحبوب ومشتقاتها. كذلك عندنا مركز للدراسات والبحوث فيما يخص كل ما هو كسكس وعجائن. بالإضافة إلى ذلك فقد أنشأنا منذ سنتين مدرسة للخبازة والحلويات، وهذه المدرسة درناها بواحد الشراكة مع الجامعة الوطنية للمخابز، وكذلك مع المعهد الوطني للخبازة والحلويات اللي في مدينة روان بفرنسا، والذي يعتبر رائدا من رواد الخبز في صناعة الخبز والحلويات في فرنسا. اذا كي كتشوفوا راه التكوين والانتجراسيون، يعني كاين واحد تجاوب بين الصناعات وبين التكوين. واليوم الحمد لله كل هاد المطاحين مسيره باطر مغربيه وبذات تجربه وذات كفاءه، وبالتالي حتى هاد الشيء ديال المخابز، لان اليوم كي شرحت للاخوان راه الخبز ماشي شي حاجه اللي سهله، راه الناس اليوم راه حنا غادي نديروا التوسعه ديال المدرسه باش نكونوا ما يقارب واحد 100 تبارك الله خريج في كل ما يخص طريق الخبز والحلويات والشوكولاته. وهذا المعهد كاين بتموين من عند تشالنج ميلينيوم ان سي اب واحد 30 مليون درهم، وكاين الدوله تبارك الله حتى هي المغربيه عطات تقريبا واحد 7 مليون درهم، والجامعه الوطنيه للمطاحين عطات الارض فاش كيتبنى هذه المدرسه، واللي غادي تكون واحد المدرسه رائده والاولى من نوعها في افريقيا، اللي كتكون اطار باك زائد 2 في هذا الفنون ديال الخبازه. لان اليوم راه ماشي غير كنديروا مخبزه ونقولوا راه كنديروا في الجزره، الا ما كاينش التاطير وما كاينش الناس اللي عارفين اش كيديروا، راه ما عمرك ونعطيك احسن المواد راه ما يمكنلكش تنجح. اذا كاينين الناس اللي عندهم خطور واللي عندهم خبراء في هذا الميدان، لان اليوم غير باش تعجن الخبز، والناس اللي ما كيعرفوش وقلتها، وانك اليوم الا جبتي بغيتي غير تعجن راه كاين واحد الخبازه خصك واحد 3 عناصر اللي هي مهمه تكون عندك. يكون عندك ميزان ديال الحراره، ويكون عندك واحد الكرونوميتر باش كتعبر الوقت، ويكون عندك واحد الميزان اللي هو مضبوط جدا وحساس جدا. وبالتالي حتى هذيك العجينه ملي كديرها راه كتشوف الحراره المحيطه بك، لان كيسميوها التمبيراتور دو باز، كتشوف الحراره. ربما كتكون في مخبزه راه كتكون الحراره كتوصل حتى 60 درجه، كتشوف ذاك الدقيق اللي غتعجن شنو هي الحراره ديالو، الماء اللي عندك شنو هي الحراره ديالو، وفي الاخير كيخصك ملي تعجن، لان ملي كتكون تعجن بديك الاليات هذيك العجينه كتسخن كتعطيها. إذن إلا سخنات أكثر من القياس هذيك الخميرة اللي درتي فيها وداك الشيء كله كيفقد ديك المردودية ديالو. وبالتالي
خبازه اللي مهنيين وكيعرفوا هذا الشيء، راه خص ديك العجينه ما تفوتش 24 درجه ملي تكون واجده. علاش؟ باش ديك الخميره كتعطيها الوقت، داك البوينتاج، باش يمكن لها تلعب الدور ديالها وتاكل دوك السكريات اللي موجودين اصلا في الدقيق. ولما كتسمعوا بان بعض المخابز كيقول لك كيزيدوا السكر، فهذا انا اعتبره يعني خطير على الصحه المواطنين، وخصوصا الناس اللي عندهم داء السكري ولا علم له بما يعمل. علاش كيديروا هما هذا السكر؟ ملي كدير السكر في داك العجينه اش كيوقع؟ هذيك الخميره كتلقى راسها مرتاحه، ما كتمشيش تقلب على السكر اللي في الطحين، كتلقى داك السكر راه موجود، كتمشي تتغدى منه تاكل منه، كتخرج يعني ملي كدير كتخرج الغاز الغاز هذا CO2، دونك كيخرج CO2، كيخرج الكحول باش الخبزه، هذا الشيء كيدوز في واحد المرحله اللي هي في ساعه كتعجن، في ساعه كتطلع الخميره، وملي كطيبوا داك السكر اللي فيه كيتبقى هذيك لا رياكسيون دو مايار اللي كنعرفوها الناس الكيميائيين والاقتصائيين، بين واحد كيسميه واحد السكر انا ما عرفتش بالعربيه ريديكتور، وبين واحد لاسيد انيمي، وهما اللي كيعطيو داك اللون ديال الذهبي ولا الاحمر للخبز، ولكن راه بطريقه بسيطه راه ماشي سليمه وماشي صحيه. اذا ملي كنتكلموا على الخبز، راه الخبز شي حاجه مقدسه عند المغاربه، لان الخبز راه الوليد الصغير، وكيقولها دائما ملي كيبكي كيقول لك بغيت خبيز، الوليد كينود السنان ملي كنجيو كنعطيوه خبيز. اذا نقولوا بان الخبز كيقتل ولا كيمطن ولا هذا، فهذا نوع من الافتراء، وكل واحد يتحمل مسؤوليته. وانا كيقول لهم اللي عنده شي دراسات علميه مضبوطه اللي كتربط بان ماكله الخبز راه قتلت هذه المراه حامله ولا قتلت شي وليد ولا كتسبب هذه، دونك هذه غير باش نكونوا واضحين وباش نوضعوا الامور في نصابها، وما نبخصوش بالعمل ديال الصناعات الوطنيه ديالنا اللي قلت لكم رائده لا وطنيا ولا عالميا. اذا يشهد لنا في جميع انحاء العالم بالكفاءه، يشهد لنا بالتقنيات، حنا راه المغاربه هما اللي كيجيبوا احسن اليات واغلى الاليات، لان راه يمكن لك تمشي دير امتحانه ب 30 40% ناقص على واحد الاليات اللي هي متطوره واللي هي عندها واحد الجوده عالميه. اذا حنا ملي كتجي تشوف هذه المطاحن راه كتلقى واحد 80 ولا 90% كلهم مرتبطين بواحد النوع من الاليات اللي هو معروف عالميا وكيعرفوه الناس ديال القطاع، واللي هو لا داعي لذكر اسمه، ولكن راه المغاربه راهم في هذا الشيء ديال الاختيار، وفي هذا الشيء ديال الجوده، وفي هذا الشيء هذا راه لا هوان. راه اليوم كل امتحانه الا لها واحد المختبر للمراقبه الذاتيه. هذا الشيء بعيد عن المراقبه اللي كيديروها الناس ديال مكتب الحبوب، واللي كيديروها الناس ديال مكتب السلامه الصحيه. وملي ذكرت مكتب السلامه الصحيه، راه ما يمكنلكش اليوم تخدم واحد الامتحانه الا ما عندكش هذيك الرخصه ديال السلامه الصحيه اللي كيعطيوها، واللي خصو يكون عندك اللي كيسميوه جميع ظروف الجوده والسلامه اللي كتعتمد على ليزو 14000 والاش اس سي بي. وبالتالي اذا كل امتحانه اللي عندها هذا المختبر، وكاينين المطاحن اليوم اللي عندهم مخابز داخل المؤسسات ديالهم باش حتى ذاك الدقيق كيعجنوه ويشوفوا كيدير باش عاد يصبطوه للزبناء ديالهم باش ما يكونش هناك شي لبس. اذا هذا الشيء كله علاش كنقولوه؟ باش غير المواطن والمستهلك باش يعرف راه كاين جوده، والجوده فارضه راسها. علاش؟ لان هذا القطاع ديالنا راه كينتج مرتين اكثر من الحاجيات، يعني يمكننا ننتجو مرتين اكثر من الحاجيات ديالنا، وبالتالي كاينه منافسه، ومنافسه شرسه وقويه، والبقاء للاصلح، والبقاء للذي يتقن الجوده، والبقاء الذي اللي عارف الحاجيات. واليوم سيدي راه المغاربه اللي شفتي دابا قلت لك راه كل واحد كيعرف اش كيشري. راه كان الكوفيد، ونهار كان جا الكوفيد نهار بدا، وكان ذاك الحجر الصحي، والناس كان واحد الهلع في العالم كله، لان بدا في دول اخرى، وكان كنشوفوا الناس كلشي دوك المساحات الكبرى كتلقاها في الصباح تقول ما كانه داز شي تسونامي، ما بقات حتى حاجه. ولكن الحمد لله حنايا كقطاع، واللي الخبز كنقول لك كان هو الماده الاساسيه، حنا زودنا السوق ومولناه بواحد الطريقه الحمد لله مهنيه، وما كانش شي نقص
ديال شي ماده من المواد داخله في هذا القطاع ديالنا اللي شعر بها المواطن ومشى كيقلب على الكيس الدقيق ولا يقلب على الشعريه ولا الكسكسو ولا لي باتو ما لقاهمش. اذا حنا كنا قمنا بهذا الدور هذا واستطعنا في هذه الظروف اللي كانت ديال صعيبه اننا نمون السوق بواحد الطريقه احترافيه في ظروف السلامه الصحيه بالجوده بالكم بالكيف وفي احترام للاثمنه. الشغل ديالنا وهو التوعيه كجامعه وطنيه. انا اللي نقول غير الانسان ملي كيمشي يقتني واحد الكيس ديال واحد المطحنه صناعيه كيعرف راه فيه جودات السلامه الصحيه وداك الشيء مضبوط وداير في ظروف امنه لان الاليات كلها راه داك العامل راه ما كيقيس حتى حاجه بيدو، راه كلشي ملي كيدخل في داك الاليات وكيمشي في دوك القنوات وداك الغرابل وداك الشيء كلشي ملي كيوصل حتى التعبئه ديالو راه اوتوماتيكي وكتمشي. ولكن انا اللي نبان كثر خيركم لان كاين المطاحن الصناعيه وكاين المطاحن التقليديه. فاحنا هذا الشيء العشوائي ديال هذا راه مازال كاين. وهنايا كما كاينين مخابز عشوائيه كاينين مطاحن عشوائيه التي لا تحترم ظروف السلامه الصحيه. وهاد المطاحن راه كاين منهم اليوم اللي ولا كيشري الزرع وكيدير الماركه ديالو وكيدير لومبالاج وكيموه هذاك المستهلك وكيخرج ويبيع بعد ما كيبيعوش في المساحات الكبرى اللي هي معروفه ولا لا، ولكن كيبيع عند البقال وكيبيع عند ربما حتى بعض المخابز كتقتني منهم باش يديروا ذاك الخبز الكامل ولا لا. هذا هو اللي نبه ليه الانسان، راه اي مطحنه الا وفي الكيس ديالها كاين الخاتم ديال السلامه الصحيه بان هذه راه مضمونه. في اي كيس من كيس كتلقى واحد الرقم ديال نيميرو سيري اللي كيعطيك ايش من مطحنه والنهار فوق كاين تاريخ الانتاج وتاريخ نهايه الصلاحيه ديال هذا والظروف اللي خصو هذا الشيء يتحط فيها. والمواطن الحمد لله له جميع الاختيارات، راه اللي ما عجبتوش شي سلعه راه كيمشي لسلعه اخرى. راه اليوم كي قلت لكم المنافسه تفرض نفسها واللي فرط يكرط. هذا هو الكلام اللي نقولوا. رمضان مبارك سعيد والله يدخلوا علينا وعليكم زايد الرزاق والله ينصر سيدنا والله يهدي الوطن والله يحفظ بلادنا لان بلادنا عزيزه علينا وحنا غيورين على هذه البلاد وخصنا نمشيو للفوق الفوق ونبقى دائما رياده عند المغرب. وشكرا. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.